لغتك بدأت تهدأ في قضية حمد الله، هل نعتبرها نهاية كابوس هذه القضية وخسارة المشهد الإعلامي النصراوي؟ بس انا ما ابغى اكرر نفسي ولا ابغى اكرر حديثي، ارجع لكلام محمد العنزي في قضيه حمد الله منذ ان بدات الى الان، ما في شيء جديد اتحدث عنه. يعني مثلا بكره اطلع في حلقه بكره يفتح موضوع حمد الله عيد وزيد، انا قلت رايي من ناحيه معلومات ومن ناحيه قانونيه وانتهى الموضوع.